كابتن شريف هارد لاك، كنا الأقرب، كنا الأفضل، أهدرنا فوزا غاليا الشوط الأول، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بس الحقيقه الفرقه عملت جيم كبير قوي، لو كنا منتظرين منهم اداء جيد ما كانش هيكون احسن من الاداء اللي عملوه في الشوط الاولاني. كان في مجهود كتير قوي وكبير قوي، ووضح علينا الشوط الثاني ان احنا ما قدرناش نواكب نفس الحاله البدنيه والمجهود الكبير، وعدم التوفيق كمان في كل الكرات اللي جات لك، يعني اول الكرات اللي هي كانت ممكن تبقى هدف يعني في اثناء المباراه كلها. الحقيقه جود لك جامد قوي لفرقه سان داونز، في فرق كده بتبقى راكبه على يعني الحكايه بتبقى في صفها دايما، زي سيمبا كده معانا برضو، تحس ان النتائج. بس هم ما عملوش حاجه النهارده يا كابتن، يعني انت اللي كويس. هم مش انت لو عملت كده هناك كنت هتقدر تحرز اهداف، انت اللي ما عملتش كده هناك، اللي انت عملته هنا ده كان ممكن تقدر تعمله هناك وتضغط عليهم وكل حاجه. انت اللي ما عملتش ده، انت اللي انت ما كانش عندك ثقه. النهارده انت كان عندك ثقه في اول 45 دقيقه، لدرجه ان انا كنت بتفرج على لعيبه النادي الاهلي ما فيش تصرف حتى في الباص ولا في الفنت ولا في المراوغه، كان عندهم ثقه اللعيبه بتاعت الاهلي، وكانت مصممه الحقيقه ان هي تقدم للجماهير دي حاجه كويسه، وقدموا الحقيقه وحاجه تشرف يعني. بس زي ما الدنيا شايفه احنا محتاجين راس حربه ضروري جدا. تاني حاجه مستر كولر، انا في السيتويشن ده والموقف ده انا لازم يكون عندي تفكير تاني خالص، والناس اللي حواليه ازاي اقدر اخترق الناس اللي هي رجعت لعبوا خمسه ورا، ده في تاني تايم هم الاوردر جاي من بره، يعني هنلعب خمسه ورا قبل الطرد كمان. ايوه انت عندك، وقلنا يعني مش ممكن احنا قاعدين نتكلم في حاجات احنا شايفينها وهم قاعدين بيدوروا لسه على مهاجم يخرج بمهاجم اخر، يعني بيدور لسه يطلع لاعب بمكان لاعب. ده قلنا احنا نعمل تدويره من جوه ونحافظ على القوام والبار بتاعي. يعني عايز تنزل رضا سليم، طلع كهربا ودخل بيرستاو جوه، وخلي رضا سليم يمين وشحات شمال وبيرستاو قدام كويس. دي تغييره تهز الفرقه اللي قدامك او فيها باور. غير، عايز تخلي رضا سليم شمال، ما هو الشحات بيلعب ناحيه اليمين كويس برضو. يعني عندك جميع الامكانيات النهارده انك تعمل كده، تطلع ديانج ومروان عطيه اللي هم الاكسجين بتاع نص الملعب بتاعك، اللي هم الربط اللي بين الملعب، عشان تنزل قفشه لازم واحد فيهم يبقى موجود. مش عيب انت اي كونتر اتاك او كونتر اتاك بيحصل عليك بجول. فرقتك كمان خلاص حالتها البدنيه مش قادره تواكب نفس الاداء اللي حصل في الشوط الاولاني. انت اوفر بالرحلات اللي انت عاملها، انت لسه جاي من سفر في جنوب افريقيا ولعب مباراه هناك كبيره جدا، وعندك نقص عددي ولعيبه جايه من اصابات، واللعيبه دي بتلعبك كمان داشنج قوي اجريسيف قوي. انت شفت النهارده الراجل الطرد دي، حاله الطرد شكلها ايه، وفي قبل كده برضو حاله ثانيه. ف عدم التوفيق هو النهارده عنوان مباراه الشوط الاول. والشوط الثاني لا هم راحوا على الجون وعملوا حاجه، ولا انت الحقيقه كان ليك الحاله التهديفيه او التهديد، وخاصة احنا فقدنا الناحية الشمال خالص بعد البينالتي ما راح علي معلول النهارده بقى اوت. يعني راجل غصب عنه بثقته بامكانياته بكل حاجة حاول يعمل كل حاجة الحقيقة، ولكن تفكيره في إضاعة الهدف وفي إضاعة الحاجات طبيعي جدا، اللاعب بيبقى في حالة مش 100 100 يعني. ولكن النهارده أنا سعيد جدا بأكرم توفيق وعودته الحقيقة، الراجل عمل حاجات كويسه. انت كان ليك راي مع رامي ربيعه، عبد المنعم زي ما هو، امام عاشور كان محتاج مباراه قبل المباراه دي، اعتقد انه كان هيبقى كفيتكال فيتنس احسن من كده ويقدر يبقى حاله الربط بين نص الملعب والفراوده. ديانجو ومروان عطيه كتر خيرهم. يعني بس الكومنت على حسين الشحات، هو ما تعملش عليه كاونتر اتاك وتخش في قلب المهاجم، وعايز خليك فريش وخليك مركز وخليك عايز
اعدل وشوط يعني، بس ما تعملش عليا مخاطره دايما كده. ده اللي كنا بنتكلم فيه على عبد القادر. عبد القادر نادل طبعا جاي من بنسميه من فتره كبيره جدا من غياب كتير. كهربا كان النهارده ممكن يكون ليه كلمه العليا اللي في الكره اللي جات له دي وحطها. بيرستاو المجهود العادي بتاعه، ان لو احنا بنبقى متفوقين وعندنا هدف بيرستاو ده بيبقى قد كده 10 مرات يعني، بيلعب بثقه اكتر وبيلعب حكايه تانية. فهارد لك، والناس اللي انا عارف ان الناس اللي مروحه دي زعلانه على الاداء اللي الاهلي عمله النهارده، زعلانه على النتيجه، مش دي الفرقه المرعبه اللي احنا بنقول هنيجي نهدف فيكم هنا في مصر والكلام ده، وهاخد الطياره اطلع بيها على تونس ولا ما. لا، انت فيري جود لك النهارده، كان انت فرقه محترمه طبعا ولاعيبتك ناس محترمين وانتوا فرقه كبيره جدا ونتمنى لكم كل التوفيق، ولكن انت النهارده ما جيتش. احنا برضو الاخطاء بتاعتنا اللي بتخليك عندي في نص الملعب التاني، مش انت المبتكر. احنا رجالتنا كانت رجاله قوي، بيخشوا باتنين ثلاثه على كل لعيب، وده اللي انا كان نفسي كان يبقى هناك. اقسم بالله كنا هنكسبهم، اقسم بالله كنت هتهدف هناك، الروح كانت عاليه جدا. ولكن انت هناك رجعت نص ملعب، اديتهم الفرصه ان هم يوصلوا لغايه عندك بسهوله، وما عندهمش اي مجهود، ووسط جماهيرهم وارضهم فكانت السيناريو الفني بالنسبه لنا في المباراتين دول كان في عدم توفيق يعني. فارد لك، واللي جاي احسن باذن الله.